زعيم حزب الوقت وباسم رئيس الهيئة البرلمانية وباسم رئيس حزب الوقت على مستوى محافظة الغالبية بنهنئ أهالي دائرة اليوم اسمع يا ريس على الاحتفال بافتتاح المقر وهو احتفال مشرف يليق بقدوم الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب ومعالي المستشار استاذي ومعلمي في السياسه المستشار بهاء ابو شقه. ان شاء الله بنوعدكم ان انا وهو سوف نتفق جميعا على استخدام النائب جمال محفوظ حتى يكون اضافه لحزب الوفد. هو نائب مستقل ليس له انتماءات حزبيه، انما هو بيمين بالعاطفه الى حزب الوفد. ان شاء الله بنوعدكم ان جمال محفوظ الغريب العادل هيبقى نائب وفدي، لان هو نائب محترم وجدير بانه ينضم الى منظومه حزب الوفد. شكرا ومبروك عليكم والف مبروك والى مزيد من التفاحات ومعالي الرئيس.